بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله يوم السبت القادم هيكون أول سبت في شهر ربيع النبوي، ربيع الأنور، اللي هو متعلق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وجمعت أدلة مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، والحمد لله إن شاء الله هنبقى نوزع عليكم نسخ يوم السبت القادم، لكن أحب أن أقرأها عليكم. فجمعتها في حوالي 3 صفحات، يعني ممكن كانت تبقى كتاب، بس احنا يعني حاولنا في أدلة كتيرة تانية أنا تركتها في أثناء اطلاعي في الكتب، وجدت فيها أدلة كتير، لكن أنا اخترت الأدلة اللي هي يعني تناسب عقل الجماعة الوهابية، لأن في أدلة تانية بتلاقيها ملمحها بعيد، فجبنا الأدلة اللي هي قوية، اللي هو يعني لأن هم ليهم طريقة تفكير معينة. أدلة مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا يوافي نعمه علينا، ومن أجلها نعمة إرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي. أما بعد، لا تزال مسألة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعتبر مشكلة كبيرة عند بعض المتشددين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، فلا نزال نسمع في كل عام تلك الحوليات التي تظهر في شهر ربيع الأنور عن المولد النبوي الشريف والاحتفال به، ولا نزال نسمع تلك الأقوال السخيفة عن اجتماعات المولد من أنها بدعة يجب أن تحارب وتنكر على فاعلها، ولذا وجب علينا إيضاح هذه المسألة وبالله التوفيق. أول المحتفلين بالمولد النبوي، إن أول المحتفلين بالمولد هو صاحب المولد نفسه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. فهذا أصح وأصرح نص في مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا يلتفت إلى قول من قال إن أول من احتفل به الفاطميون، لأن هذا إما جهل أو تعامي عن الحق. قول الحافظ ابن حجر العسقلاني من فتح الباري، قال الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني: وقد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فيستفاد منه فعل الشكر على ما من به الله في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد في نظير ذلك اليوم من كل سنة. والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة وتلاوة القرآن، وأي نعمة أعظم من بروز هذا النبي، نبي الرحمة في ذلك اليوم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ده كلام الإمام ابن حجر بالنص، قول الحافظ جلال الدين السيوطي. وقال السيوطي: وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر غير أصل اللي جابه الإمام ابن حجر، وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته. فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده صلى الله عليه وآله وسلم باجتماع الإخوان وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات. دي كانت مقدمة أدلة جواز الاحتفال بالمولد النبوي. الأول، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعبير عن الفرح والسرور بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد انتفع به الكافر، فقد جاء يعني انتفع بالفرح بالنبي الكافر،
فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته لما بشر بولادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول في ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن نصر الدمشقي في كتابه المسمى مورد الصابي في مولد الهادي: الهشعر إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. وهذا الخبر رواه البخاري في الصحيح في كتاب النكاح معلقا، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح، ورواه الإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف الجزء السابع صفحة 478، والحافظ البيهقي في الدلائل، وابن كثير في السيرة النبوية من البداية الجزء الأول صفحة 224، وابن الديبع الشيباني في حدائق الأنوار الجزء الأول صفحة 134، والحافظ البغوي في شرح السنة الجزء التاسع صفحة 76. دي كتب هم ما سمعوش عنها. وابن هشام والسهيلي في الروض الأنف الجزء الخامس صفحة 192، والعامري في بهجة المحافل الجزء الأول صفحة 41. وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها مقبولة لأجل نقل البخاري لها واعتماد العلماء من الحفاظ لذلك، ولكونها في المناقب والخصائص لا في الحلال والحرام. وطلاب العلم يعرفون الفرق في الاستدلال بالحديث بين المناقب والأحكام، وأما انتفاع الكفار بأعمالهم ففيه كلام بين العلماء ليس هذا محل بسطه، والأصل فيه ما جاء في الصحيح من التخفيف عن أبي طالب بطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظم يوم مولده ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى عليه وتفضله عليه بالوجود لهذا الوجود، إذ سعد به كل موجود، وكان يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كما جاء في الحديث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي. رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الصيام، وهذا في معنى الاحتفال به، إلا أن الصورة مختلفة ولكن المعنى موجود، سواء كان ذلك بصيام أو إطعام طعام أو اجتماع على ذكر أو صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سماع شمائله الشريف. الثالث إن الفرح به صلى الله عليه وسلم مطلوب بأمر القرآن من قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، سورة يونس آية 58. فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم رحمة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويؤيد هذا تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرابع ليس كل ما لم يفعله السلف ولم يكن في الصدر الأول بدعة منكرة سيئة يحرم فعله، بل يجب أن يعرض ما أحدث على أدلة الشرع، فما اشتمل على مصلحة فهو واجب، أو على محرم فهو محرم، أو على مكروه فهو مكروه، أو على مباح فهو مباح، أو على مندوب فهو مندوب. وللوسائل حكم المقاصد، وقد قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة كالرد على أهل الزير وتعلم النحو وجمع المصحف وتدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق به، كل الأمثلة دي لم يفعلها النبي وفعلت بعده والعلماء قالوا أنها واجبة، يبقى مطلق الترك يقول لك لم يفعل يبقى ده مش دليل، الترك ليس بدليل في ذاته بل يعرض على الشرع ونشوف ده مقصده إيه، إن كان مطلوب وجوبا يبقى واجب، إذا كان مطلوب استحبابا يبقى مستحب، إذا كان منهي عنه كراهة يبقى مكروه، وهكذا. ومثال للبدعة المندوبة كإحداث المدارس والمعاهد ودور العلم والأذان على المنابر وموائد الرحمن في رمضان وغير ذلك، ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف المبالغ فيها،
ومباحة كاستعمال المناخل للدقيق والتوسع في المأكل والمشرب بلا إسراف، ومحرمة وهي ما أحدث لمخالفة السنة أو اندرج تحت محرم كالتمثيل مطلقا، خصوصا تمثيل الصالحين وسفور النساء واختلاطهم بالرجال وغير ذلك. فليس كل بدعة محرمة، ولو كان الأمر كذلك لحرم جمع أبي بكر وعمر وزيد رضي الله عنهم القرآن وكتابته في المصاحف، ولحرم جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح مع قوله نعمة البدعة هذه، ولحرم التصنيف في جميع العلوم النافعة، ولحرم علينا محاربة الكفار بالمدافع والرصاص والدبابات والطائرات وما إلى ذلك، ولحرم الأذان على المنائر اللي هي المآذن وإنشاء المدارس والمستشفيات ودور اليتامى والسجون. فمن ثم قيد العلماء رضي الله عنهم حديث كل بدعة ضلالة بالبدعة السيئة، وإلا لما كان هناك معنى لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وعلى هذا فالاحتفال بالمولد النبوي وإن لم يكن في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الهيئة فإنه يندرج تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية التي تجعله سنة حسنة. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو المحمود، انتهى. وجرى الإمام العز بن عبد السلام والنووي كذلك وابن الأثير على تقسيم البدعة إلى ما أشرنا إليه سابقا، والله الموفق إلى الصواب والهادي إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. ومش هيقتنعوا برضه، لكن احنا كاتبينه علشان الناس اللي هي أصلا يعني خالية الذهن وبيديهم الورق بتاعهم، هم نشطين في طبع الورق ويوزعوه على الناس، فاحنا بقى هنستعمل طريقته، هنطبع الورق برضه ونوزعه على الناس ونعلقه في المسجد عشان على الأقل نسحب منهم الأرضية الناس العامة اللي هم بيختلط عليهم الأمر. احنا بتجيلنا ست بسيطة طيبة بتصلي بتطبخ لنا، ست طيبة غلبان وحجت وست طيبة ومحترمة وبتصوم، ما يمكن ما بتعرفش تقرا، بتسأل زوجتي بتقول لها: يا دكتورة حرام صحيح نحتفل بالمولد النبوي؟ قالت لها: ليه؟ قالت لها: أصل الشيخ في الجامع بيقول لنا كده. فتصور أنت الناس البسطاء دول بيتقال لهم كلام يلخبطهم، ما بيعرفوش يتصرفوا. فإحنا الهدف من الحكاية دي إننا بس نعرف الناس العادية المعتادة دي إن ما مش أي ورق يتوزع وأي حاجة تتقال يبقى كلام الإنسان يصغي إليه ولا يسمعه، والله أعلم. إن شاء الله نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. نتكلم اليوم على سيدنا أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، وقفنا عليه مش كده؟ احنا عايزين نعمل حاجة بدعة، ايه هي بقى؟ ان كل ما نجيب سيرة ولي من الاولياء نقرأ الفاتحة له، واخد بالك؟ لعل الله سبحانه وتعالى يعني يمدنا بمدده وينفعنا بما فتح به عليه ويحببنا له، لان لا شك بتصل اليه فربنا سبحانه وتعالى يقول له: فلان ابن فلان ارسل اليك هذه الهدية. فلما يجي يحبك ويلاقيك يوم القيامة مزنوق ولا حاجة، يوم ممكن ياخد بإيدك برضه، ما هو المسلمين هيشفعوا بعضهم في بعض والمؤمنين يشفعوا بعضهم لبعض. فربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بحب الصالحين ويحببنا فيهم ويحببهم فينا. فسيدنا أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، الفاتحة لروحه الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللي قبليه؟ والله. طب خلاص، أبو شقيق؟
هاي الفاتحة لسيدنا أبو شقيق البلخي، أبو علي شقيق ابن إبراهيم البلخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى قرينا الفاتحة لسيدنا أبو يزيد البسطامي جامع تقديم. سيدنا أبو علي شقيق ابن إبراهيم البلخي من مشايخ خراسان. خراسان بضم الخاء كده، مش تقول خراسان، خراسان دي في مصلحة المجال، إنما خراسان بضم الخاء، مثل في بعض الطلاب كانوا يقروها بفتح الخاء. له لسان في التوكل، يعني معظم كلامه يعني في موضوع التوكل، وتكلم كلام لم يسبقه به غيره في معنى التوكل، ده معنى له لسان في التوكل. هذا ما تقول تفوق في الطريقة خصوصا في باب التوكل. وكان أستاذ حاتم الأصم، قيل كان سبب توبته أنه كان من أبناء الأغنياء، خرج للتجارة إلى أرض الترك وهو حدث، حدث يعني لسه صبي، يعني ممكن تقول عليه عنده 14 سنة 16 سنة 15 سنة يبقى يسموه حدث. ها؟ لا لا، البلخ دي مدينة فخرج منها أولياء كتير، إبراهيم بن أدهم كان واحد منهم، قريناه ده كان أول واحد قريناه، لكن ده سيدنا شقيق البلخ. البلخ دي اللي هي كل ما كان غرب دجلة يبقى بلخ، في بغداد كده كل ما كان نهر دجلة كده تعديه إلى جهة الغرب تبقى بلخ، واخد بالك؟ مدفون هناك سيدنا الإمام الجنيد والسري الثقفي وسيدنا معروف الكرخي، كل دول مدفونين هناك في وسيدنا موسى الكاظم مدفون هناك، اللي هو اخو ستنا عائشه اللي مدفونه هنا في الميدان، واخد بالك؟ فالبلخي دي نسبه للبلد يعني. سيدنا ابو علي شقيق ابن ابراهيم البلخي قيل كان سبب توبته انه كان من ابناء الاغنياء، خرج للتجاره الى ارض الترك وهو حدث، فدخل بيتا للاصنام فراى خادما للاصنام فيه قد حلق رأسه ولحيته ولبس ثيابا أرجوانية يعني حمراء كده فجأة، فقال شقيق للخادم إن لك صانعا حيا عالما مريدا قادرا فاعبده، مريدا دي من عندي هي هنا مش قايل، إن لك صانعا حيا عالما قادرا فاعبده ولا تعبد هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. فقال إن كان كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلدك، فلما تعنيت إلى هاهنا للتجارة؟ الوالد الثاني لمض، فبيقول له إذا كان هو قادر وكل حاجة، طب إيه اللي خلاك تيجي من آخر الدنيا وتسافر ده كله علشان تطلب الرزق والتاجر؟ ما كنت قعدت هناك؟ أو كلمة هو طالعة من كافر كانت دي سبب توبتي، واخد بالك؟ خليته بقى إيه يرضى بإيه بما قسمه الله له. فقال فانتبه شقيق واخذ في طريق الزهد، مش قاعد يجادله، واخد بالك ازاي؟ ما هو ممكن تجادله ما يجراش حاجه، ما هو كلامه باطل برضه من وجوه، يعني كلامه صحيح من وجوه لانه بيتكلم بالحقيقه، واخد بالك ازاي؟ وغير صحيح من جهه الشرع، لان الشرع امرنا بالاخذ بالاسباب مع عدم الاعتماد عليها، واخد بالك ازاي؟ لان الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في الاسباب وليس السبب فاعل في نفسه، ولكن الله يفعل في السبب. فهو ممكن يقعد يقول له كده، يقول له انك انت بتتكلم بالحقيقة وتركت الشريعة تبقى ايه، تبقى زنديق، ويقعد بقى يجادله، لكن هو لا، هو حس ان ده خطاب من الله له على لسان هذا الانسان، كأنه هو كان عنده هم الرزق، فلما باغته بهذا المعنى ما هو قاله ان الانسان مش هيدخل بداية الطريق، أول سلم في الطريق بعد التوبة، بعد التوبة من المعاصي، إنك تنزع من قلبك هم الخلق وهم الرزق، يبقى ما عندكش هم للرزق ولا هم للخلق. شوف أنت الطفل اللي بيبقى إيه على حجر أمه وبيرضع، هيفرق معاه أمه قاعدة في البيت ولا في الأتوبيس ولا عند الجيران ولا في السوق ولا في أي حاجة، هو طالما في حجر أمه راضي، صح ولا لا؟ يحسس كده كل ما يجوع يلاقي صدرها يا سلام يروح في النوم مطمئن،
أدام أمه معاه خلاص تبقى الدنيا وما فيها. الإنسان المتوكل مع الله كده، يبقى هو هذا الطفل الرضيع مع أمه. ده معنى التوكل. طول ما أنت حاسس أن ربك معاك ما يفرقش بقى، يقلبك كيف شاء، يقعدك كيف شاء، ما تفرقش معاك، هو ربك معاك، واخد بالك؟ فهو لما حس بأن المعنى ده ما كانش عنده، وكان هو ما زال مهموما بالرزق، فراح فوقه. الكلمة دي فوقته، خرجت من قلبه هم الرزق. فدي بداية الطريق، بداية الطريق ان هو ايه، خرج من قلبه هم الرزق، مش السعي لطلب الرزق. في فرق بين السعي لطلب الرزق وانك انت تبقى مهموم بالرزق. الهم حال القلب والسعي حال الجسم، الجوارح. انت بجوارحك مطلوب تسعى، وبقلبك مطلوب انك انت لا تهتم. فهمت ازاي؟ تتوكل. يبقى الهم ده، يبقى التوكل عبادة القلب والاسباب عبادة الجوارح. فهمت ازاي؟ مش معنى، في ناس متصورة ان التوكل ده معناه تقعد تنبل. لا، لانه تصور ان التوكل عبادة الجوارح. لا، عبادة الجوارح الاخذ بالاسباب، وعبادة القلب ترك الاسباب. فتبقى منهمك بجوارحك في الاسباب وغير ناظر اليها بقلبك. هو ده كان فعل المتوكلين على مر العصور. فهو لما حس بهذا المعنى انه كان مهموم بالرزق، فافاق على كلام هذا الرجل الكافر. وقيل كان سبب زهده انه رأى مملوكا يلعب ويمرح في زمان قحط. يعني كان في زمن في مجاعة، وكان في واد عبد مملوك كده الواحد قاعد يلعب ويصفر ويتنطط، والناس كلها مهمومة من الفقر اللي هي فيه. فقال شقيق: ما هذا النشاط الذي فيك؟ انت الناس كلها مهمومة وانت قاعد تلعب كده وفرحان، فايق ليه كده؟ اما ترى ما فيه الناس من الجب والقحط؟ فقال ذلك المملوك: وما علي من ذلك، ولمولاي قرية خالصة يدخل له منها ما نحتاج نحن اليه. ده متوكل على 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 سيده. قال له: انا هتفرق معايا ايه، الناس كلها مش لاقيه تاكل، لكن انا سيدي بقى عنده قريه ملكه، بيجي لنا منها كل احتياجاتنا، فانا اهتم ليه؟ فانفاق بقى، هو فاق. فانتبه شقيق وقال: ان كان لمولاه قريه ومولاه مخلوق فقير، ثم انه ليس يهتم لرزقه، فكيف ينبغي ان يهتم المسلم لرزقه ومولاه غني؟ شفت الكلام؟ الناس محتاجه المعنى ده في الغلا اللي احنا فيه، لان كل الناس دلوقتي مهتمه بالرزق ومحجوبون عن ثمره عبادتهم بهم الرزق وهم الخلق. ده الحجاب بتاع الزمن ده، الفتره اللي احنا فيها دي. خد بالك، لازم تتولد من هم الخلق وهم الرزق الاول عشان تفوق لنفسك. والولاده دي بالقلب مش بالجوارح. مش معنى كده تروح تقدم استقاله من شغلك، لا، تفضل في شغلك، بس تروح شغلك بجوارحك وقلبك راضي مطمئن مستكين مع ربه. هي دي المعنى. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت ابا الحسين بن احمد العطار البلخي يقول: سمعت احمد بن محمد البخاري يقول: قال حاتم الاصم: كان شقيق ابن ابراهيم موسرا، وكان يتفتى ويعاشر الفتيان. يعني كان عنده شويه اموال كده، وانت عارف اما يبقى شاب كده غني يبقى حوالي الشله بتاعته، يقوم كل ما يروح يسهر في حته يصرف عليهم ويأكلهم ويشربهم ويعزمهم، يبقى واد كده ايه يعني، يحب ايه يظهر مع الفتيان كده. فهو كان يتفتى، يعني بيعمل اللي بيعملوه الفتيان دول الاغنياء، حواليه شله كده يصرف عليهم يسنجر عليهم، واخد بالك ازاي؟ وكان علي بن عيسى بن مهان امير بلخ، وكان يحب كلاب الصيد، ففقد كلبا من كلابه. انت عارف كلب الصيد ده بيبقى ليه قيمة، لان بيبقى مدرب ومعلم، بيبقى غالي يعني. صحيح ثمن الكلب محرم، لكن اللي بيشتري كلب الصيد بيدفع ثمن التدريب مش ثمن الكلب، ثمن التدريب بس. فسعى برجل انه عنده، لما ضاع منه الكلب ده امير بلخ، فناس قالوا له ان فيه الرجل ده هو اللي خده، سرقه. وكان الرجل في جوار شقيق، كان جار شقيق، الرجل ده كان جار سيدنا شقيق. فطلب الرجل، اول ما عرف ان حراس الامير جايين يقبضوا عليه، راح داخل بيت سيدنا شقيق يستخبى عنده. فدخل دار شقيق مستجيرا، فمضى شقيق الى الامير
وقال خلوا سبيله فإن الكلب عندي. وهو ما عندوش الكلب ولا حاجة، لكن هو بقى إيه زي ما بقول لك عنده إيه مروة يعني، وعنده كده شهامة وعايز يحل المشكلة. فقال خلوا سبيله فإن الكلب عندي أرده إليكم إلى 3 أيام، يعني اديني مهلة 3 أيام وأنا أرده لك وخلي سبيله. فخلوا سبيله وانصرف شقيق مهتما لما صنع، وقع في هم الخلق. يبقى القصة الأولانية اتولد من هم الرزق، القصة الثانية هتولده من هم الخلق، علشان يتولد الولدتين، ما هو لازم كده. وانصرف شقيق مهتما لما صنع، لانه هو وعد الامير، والامير طبعا ده رمز للخلق بقى كلهم، وعنده بقى السلطان وعنده بقى الحراس وعنده السجون وعنده كل حاجه. فلما كان اليوم الثالث كان رجل من اصدقاء شقيق غائبا من بلخ فرجع اليه. كان في واحد من اصدقائه اللي هو بيصرف عليهم ومتعود يسهر معاه، كان في سفر، فهو راجع شاف في الطريق كده في الصحراء كلب عليه قلاده، دليل انه كلب صيد معلم. قال والله فرصه، ده شقيق بيغاوي الصيد، انا هاخده اديه لشقيق هديه. فوجد في الطريق كلبا عليه قلاده فاخذه وقال اهديه الى شقيق فانه يشتغل بالتفتي. فحمله اليه فنظر شقيق فاذا هو كلب الامير، فسر به وحمله الى الامير وتخلص من الضمان، فرزقه الله الانتباه. الانتباه من هم الخلق، ترك بقى الخلق خلاص، خلعهم من قلبك، وتاب مما كان فيه. كان في ايه؟ في هم الرزق وهم الخلق، خدت بالك؟ تفهم الحته دي. وسلك طريق الزهد. وحكي ان حاتما الاصم قال كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم لا نرى فيه الا رؤوسا تندر. يبقى كان شقيق اهو بيجاهد في سبيل الله وبيحارب اهو، اللي بيطلعوا لك اشاعات يقول لك الصوفيه دول قاعدين بالسبحة في الصومعه طول النهار ويذكروا وما لهمش دعوه بالدنيا ولا بحبك، كانوا بيحاربوا. الامام ابو الحسن الشاذلي كان فقد عينيه لما جم الفرنسيين هنا في مصر في المنصوره، كان فقد عينه وكان شيخ كبير، وخرج علشان يحث الناس للجهاد، وكانوا يقودوه بايده كده وهو اعمى، وقعد هناك في المنصوره يحث الناس على الجهاد. والسيد البدوي كان معاصر، والسيد البدوي كان الناس ولادهم يتأسروا يروحوا للسيد البدوي علشان يجيب لهم القصر بكراماته، واخد بالك ازاي؟ لدرجه ان كان يبقى الاسير من دول في ولاد الفلاحين مأسور ومربوط بالسلاسل وقاعد في سجن الفرنسيين، يروح لسيدنا السيد البدوي يقولوا له سيدنا السيد البدوي اتوجه الى الله، تبص تلاقي الواد المأسور جاي بالسلاسل قدامهم يخليه من اهل الخطوه. لحد دلوقتي الناس يقولوا ايه في مولد السيد البدوي؟ الله الله يا بدوي جاب الاسرى، والناس حوروها بعد كده يقول لك الله الله يا بدوي جاب اليسرى، هي اصال الاسرى. ولحد دلوقتي في ميلاد السيد البدوي عندهم السلاسل والجنازير دي اللي كانت في ايدين الاسرى يطلعوها كده الناس ويعلقوها، كرامه ظاهره بينه شافها المعاصرين له. فكان الاولياء طول عمرهم والصالحين مهمومين بما فيه الناس، واخد بالك ازاي؟ ويجاهدوا الاعداء، وكانوا ويحاربوا الاعداء، اما يحارب بالسلاح ان كان يستطيع شباب، وان كان لا يستطيع يحارب بانه يحث الناس على الجهاد. عبد القادر الجزائري، الامير عبد القادر الجزائري من اصحاب الطريقه، وكان صوفي، واخد بالك ازاي؟ وكان يحارب حرب شديده، ومعروف ان هو من المجاهدين الكبار. وعمر المختار كان سنوسي الطريق، واخد بالك ازاي؟ وكان يحارب الطليان، وكان عنده سبحه بدع، واخد بالك؟ يقول عليها ورده، كان حاططها في جيبه وحاطط المدفع على ظهره والمصحف على صدره، واخد بالك؟ وكان يحاربه. الناس متصورا المتصوفين دول ما لهمش ابدا، المتصوفه هم اللي حملوا الاسلام على حقيقته بجميع جوانبه، بجانب الإسلام وهو الشريعة، وبجانب الإيمان وهو الطريقة، وبجانب الإحسان وهو الحقيقة. فهو سيدنا شقيق البلخي كانوا يحاربوا الترك، خرج معاهم يحارب الترك. فبيقول إيه؟
في يوم لا نرى فيه إلا رؤوسا تنذر، يعني تسقط، يعني كان حرب شديدة، ورماحا تنقصف، قاعدين يسمعوا الرماح من حوالين جميع، يعني خلاص وكل شوية الناس تقع، يعني مفيش بعد كده بقى حاجة رعب، وسيوفا تنقطع، ومن كتر الحروب سامعين صوت السيوف اللي بتتكسر. فقال لي شقيق، شقيق بقى بيحارب جنب حاتم، بيقول له ايه؟ كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم في اللحظة دي؟ تراه مثل ما كنت في الليلة التي زفت اليك امرأتك؟ شوف انت بقى وانت عريس بقى ايه ورايح في الدخل، هو بيشبه دي بدي، لان هنا ربك وهنا ربك، هو عايز يبين له ان هنا ربك وهنا ربك، وانت طالما ربك معاك تبقى مطمئن، زي مثال الطفل اللي في حضن امه وهو رضيع، ما يدركش دي معركة ولا ده فرح، صح ولا لا؟ هو طالما في حجر امه والصدر موجود ويجوع يرضع خلاص بينام، هو عايز يفهمه المعنى ده. فقال لا والله، بيقول له لا انا مش قادر اتصور ان دي زي دي، مش رعب، قاعد بيشوف حواليه الدنيا رعب. قال لكني والله ارى نفسي في هذا اليوم مثل ما كنت تلك الليله. وبعدين جاب له حته كده فرغ ده في وسط الصفوف، ثم نام بين الصفين ودرقته تحت راسه حتى سمعت غطيطه. درقته دي درع بس من جلد، مش من حديد، بيبقى درع كده يقابل الضربات، بس جلد محشو ليف، بحيث لو الضربه جت عليه تقوم ايه تغوص في الليف، ما تغوص في لحمه. فهو عمله مخده حطت على دماغه كده ونام. الظاهر كان سهران اليوم اللي قبله، فلقى ان صوت الرماح دي بقى حاجه جميله، الواحد ينام على صوتها جميل. عشان كده ادي فهمت بقى معنى كلام له لسان في التوكل، كان حاله كده، كان حاله عجيب في التوكل. وقال شقيق: اذا اردت ان تعرف الرجل فانظر الى ما وعده الله ووعده الناس، فبايهما يكون قلبه اوثق. يعني شوف انت لما يجي راجل غني يوعدك ان هيديك مبلغ من المال، وانت عارف ان هو راجل غني عنده مصانع وعنده ضياع وعنده، يقول لك هديك انا 40,000 جنيه بس تعالى، 50,000 مش عايز تتجوز يا ابني؟ هيكلفك كام؟ والله 50,000 كويسين، يعني هدبر نفسي كده على قد حالي بقى خلاص تمشي الامور. يقول لك خلاص عدي عليا بكره انا اكون موضبهم لك. شوف انت بقى هتنام الليله دي سعيد ازاي؟ في السعادة بعد كده، ثاني يوم الصبح تروح تقبض، تاخد معاك بقى الشنطة الكبيرة تملاها فلوس. وشوف بقى ربك سبحانه وتعالى وعدك بأشياء كثيرة في الطاعات، هل أنت بقى بما عند هذا الرجل أوثق ولا بما عند الله أوثق؟ تعرف بقى حجم الرجل. يقول لك شوف أنت تعرف حجم الرجل بالطريقة دي، إذا كان هو أوثق بما عند الله مما عند بما وعدوه الناس، يبقى ده هو ده الرجل صحيح. انما لو كان بما عند الناس اوثق، يبقى ده لسه ما دخلش في مقام الرجوله، ده لسه طفل مستني المصاصه ومستني الكيس البوزو، ده لسه ما دخلش في مقام الرجوله. وقال شقيق: تعرف تقوى الرجل في ثلاثه اشياء، في اخذه ومنعه وكلامه، تبان على طول في الاخذ والمنع والكلام، يبقى ده راجل تقي ولا لا؟ لا ياخذ الا الحلال، ولا يمتنع إلا عن الحرام، وأحيانا يمتنع عن جزء من الحلال مخافة أن يقع في الحرام، ولا يأخذ إلا ما تحقق حله، وفي كلامه لا يتكلم إلا فيما بانت له المصلحة. خدت بالك إزاي؟ إنما مش قاعد على طول يهرج ويقول أي حاجة. ومنهم أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي، نسبة لبسطام قرية من خراسان، وكان جده مجوسيا أسلم، وكانوا ثلاثة إخوة. أنا عندي هنا كان مكتوب أبو يزيد ابن طيفور، النسخة بتاعتي اشتب ابن، هو اسمه طيفور، أبو يزيد طيفور، لو كانت عندك ابن اشتب. وكانوا ثلاثة إخوة، آدم وطيفور وعلي، كانوا ثلاث إخوات، آدم وطيفور وعلي، وكلهم كانوا زهادا عبادا، وأبو يزيد كان أجلهم حالا.
ذكر ابن عربي بيقول لك هنا في الهامش انه كان القطب الغوث في زمانه، وبيقول في الهامش: ومن كلامه ليس العالم من يحفظ من كتاب الله، فاذا نسي ما حفظ صار جاهلا، بل من يأخذ علمه من ربه اي وقت شاء بلا تحفظ ودرس، وهذا هو العلم الرباني. وقال: اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. قيل مات سنة 61 و200، وقيل 34 و200. في ايه؟ لا، ده بيتكلم مش على سيدنا النبي، ده بيتكلم على اللي وصلوك لكلام سيدنا النبي. اموات الاسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، دول مش ماتوا، لكن سيدنا رسول الله حي في قبره، بيتكلمش عن النبي. ايه بقى سيدنا محمد زي بقيه السلسله؟ وماله، ما هو سيدنا محمد واخد العلم عن مين؟ عن الحي الذي لا يموت. ايه المشكله؟ ايه يعني؟ ما هو مات في الظاهر وحي في الحقيقه. مش انك ميت وانهم ميتون. طب ما هو ميت في الظاهر وحي في الحقيقه. الشهيد ايه؟ ميت في الظاهر وحي في الحقيقه. درجة ربك قال: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ما تقولش بلسان، ولا تحسبن، ولا تحسبه بمخ كمان، ولا تفتكر ان هو كده، يعني لا تقول ولا تحسب. شوف الآية متكررة مرتين، مرة عشان يمنعك من القول، ومرة عشان يمنعك من الحسبان. وعشان كده انا ما بحبش اقول سيدنا محمد مات، لان ربنا منعنا اننا نقول في الشهيد كده، فنيجي نقول في سيدنا محمد وهو اعلى من الشهيد. خدت بالك ازاي؟ وعلشان كده انا ما بحبش اقول كده، لكن اللي بيقول بنقول ان هو بيتكلم على الظاهر. فهمت ازاي؟ بس بيتكلم على الظاهر. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت ابا الحسن الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علي يقول: سئل ابو يزيد: بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ لما لو بيتكلم بكلام كده ما بيتقالش في درس العلم ولا في دروس العلم. لدرجة سيدنا العز بن عبد السلام كان معاصر لسيدنا أبو الحسن الشاذلي، وحضر معاه معركة المنصورة، وكانوا يجلسوا في خيمة واحدة. سيدنا العز بن عبد السلام اشتهر بعلم الشريعة وكان فقيه كبير، وسيدنا أبو الحسن الشاذلي كان له باع في علم الشريعة وهو صغير، ولما كبر غلب عليه علم الحقيقة. فكان سيدنا أبو الحسن الشاذلي أما يجي يتكلم، يتكلم كلام ما يقولش قال فلان ولا علان، يتكلم كده فايد من الله كده، واخد بالك؟ ولما يجي سيدنا العز بن عبد السلام يتكلم يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان قال، واخد بالك ازاي؟ كله بالطريقة، لأنه غلب عليه علم الشريعة. فلما كان يجي يتكلم سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول إيه هو؟ يقول: اسمعوا هذا الكلام الحديث العهد بربه، اسمعوا هذا الكلام الحديث العهد بربه. فدي العلماء بيعرفوا قيمة بعضهم. فهو كان يقصده بقى هنا سيدنا أبو يزيد البسطامي، يقصد الكلام الحديث العهد بربه، اللي هو الفتح، الفتح المعاني اللي بتطرأ على القلب في حين ترقيها في مقامات الكشف. فهمت ازاي؟ بيطرأ على الإنسان أنواع فهوم تطابق القرآن والسنة، ولكن بألفاظ جديدة لسه الناس ما عرفوهاش، وتركيبات جديدة، وتلميحات وإشارات لم ينتبه إليها الناس. هو ده الفتح اللي بيتكلم عنه سيدنا أبو يزيد. لدرجة بعضهم كان يقول لك ما يعرفش يكرر الكلام تاني اللي قاله، هو يقوله مرة كده وبعدين بعد يومين يجي يسألوه في نفس المسألة يقول كلام تاني، ويجي بعد شهر يسألوه في نفس المسألة يقول كلام تالت، لأنه مش حافظ. هو بيقول ما يطرأ عليه من معنى يلقيه الله في قلبه لحظة السؤال، مش حافظ كلام يقوله كده زي حالتنا وخلاص، لا دي حاجة تانية. حتى في تعليق كان النبي
احد علماء الحديث كان جالس فاعترض عليه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. فاستجاءه يعني المنام لهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اما تعترض على ولدي؟ فإن حدث الكل عنه. ايوه. فان الذي حدث به حدثته به. ما شاء الله. سئل أبو يزيد: بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن عار. يعني بالتقلل، بالتقلل من الدنيا وعدم الانشغال بتحصيل القوت أو بتحصيل الملبس الزائد عن الضروري. مش معناه ماشي معري عورته. الجماعة بقى الوهابية ياهم أهو، شوف كانوا ماشيين عريانين، شوف. وإجابة يقول لك ضلالات الوهابية. ما يقصدش هنا عاري العورة، لا، يقصد يبقى عنده ثوب واحد على قدر الضرورة، ما يدورش يبقى عنده ثوب تاني. ما تفرقش معاه، ما تفرقش معاه يبقى قماشه ايه، ما يفرقش معاه يبقى مقطوع او مرقع او اي حاجة، ما تفرقش معاه الحكاية دي، لكن احنا تفرق معانا. فده الفرق بيننا وبينه. عشان كده لما ما فرقتش معاه ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعة. يعني فما وجدت شيئا أشد علي من العلم، العلم الشرعي والعلم بأمراض القلوب ومتابعته، أي بالعمل، لأن الإنسان مسؤول إذا علم بشيء يعمل به. ولا شك إذا تعلمت كل شيء وأردت أن تعمل بما علمته هتجد عملية صعبة. متابعة إنك تنفذ كل ما علمته دي عملية صعبة. هو كان بيؤاخذ نفسه كل ما يتعلم حاجة عايز ينفذها، كل ما يتعلم، فوجد إن متابعة العلم عملية أشق شيء على النفس. ولولا اختلاف العلماء لبقيت، ولولا اختلاف العلماء في الاجتهاد في الفروع لبقيت على اجتهاد واحد وعلى رأي واحد ولا كنت صعبت على نفسي. ولكن اختلاف العلماء في الفروع رحمة. فهمت ازاي؟ ولولا اختلاف العلماء اي في اجتهادهم في الفروع لبقيت على اجتهاد واحد واخذت بالعزيمة في كل شيء. ولكن الله لم يرد بنا الا اليسر. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. اختلاف العلماء في الفروع الفقهية رحمة إلا في الأمور المتعلقة بالتوحيد، هي دي اللي لازم نتفق فيها، خدت بالك؟ وقيل: لم يخرج أبو يزيد من الدنيا حتى استظهر القرآن كله. يعني ما خرجش من الدنيا إلا وحفظ القرآن كله. حدثنا أبو حاتم السجستاني قال: أخبرنا أبو نصر السراج قال: سمعت طيفور البسطامي يقول: سمعت المعروف بعمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: قال لي أبو يزيد: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد، فمضينا إليه. يبقى الإنسان لما يسمع عن إنسان صالح في مكان ما حقه يسعى إليه يستفيد، لأن السعي لرؤية الصالحين مجرد رؤيتهم فائدة كبيرة. شوف أنت اللي سمعه عن الصحابي أنه موجود في حتة فلانية وراح له بقى تابعي، طب ما راحلوش يبقى تابع تابعي، وفرق كبير بين التابعي وتابع التابعي. والفرق هي رؤية الصحابي بس، أن ده مجرد أنه سافر وشاف الصحابي ارتقى إلى درجة عالية تانية، والصحابي لانه شاف النبي بقى صحابي. طب لو ما شافش النبي وامن وبقى مسلم وكل حاجه ما يبقى تابعي. والفرق بين التابعي والصحابي كالفرق بين السماء والارض، وهي الحكايه كلها ان ده شد الرحال بس لرؤيه النبي، مجرد ان يراه فقط فيرتقي. وعشان كده السعي لرؤيه الصالحين، كل ما تسمع ان في واحد صالح في العصر اللي انت عايش فيه حاول تروح تقابله ولو مره، ولو مرة تسلم عليه وقول له ادعي لي وتنك ماشي كفاية كده، حلو قوي. يوم القيامة تلاقيه واقف كده في هيلمان كبير وانت مزنوق، تروح تقول له: فاكر اما جيت لك سلمت عليك ودعيت لي؟
طب ما تشد حيلك معايا شويه، واخد بالك ازاي؟ يقوم ايه شفاعته عند الله مرجوه، مرجوه مش مقبوله 100%، مرجوه، واخد بالك ازاي؟ يعني مرجوه القبول عند الله لصلاحه. فهنا لما سيدنا ابو يزيد سمع ان في راجل اشتهر بالولايه والصلاح، واخد بالك ازاي؟ قال له يلا بينا ننظر، يعني مجرد النظر للصالحين ترك، خدت بالك؟ ادي المعنى. قم بنا حتى ننظر الى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولايه وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد. فمضينا اليه، فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه اتجاه القبلة. اول ما دخل كده، دخل في اتجاه القبلة وراح تافف كده في اتجاه القبلة في المسجد. الحتة دي مخالفة للسنة، هو ما عملش كبيرة، خد بالك، اصل الولي مش معصوم، خد بالك، الولي مش معصوم، ممكن يعمل المكروه وممكن يعمل المحرم من الصغائر ويبقى برضو ولي، ربنا يكفر عنه، ما يدركش حاجة، مش معصوم يعني، لأن الأولياء أنواع، المعصوم هم الأنبياء. فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، اكتفى بأنه شافوه. ليه؟ لأنه سقط من نظره، وطالما سقط من نظره يبقى مش هيستفيد بيه. خد بالك، أول ما تنظر إلى النقص في الولي ما تستفدش بيه، حجبت. لكن حاول تنظر إلى الجانب الكامل فيه تقوم تستفيد بيه. يعني إحنا شفنا أولياء مدخنين، أنا شفت أولياء مدخنين. ولي ودعاءه مستجاب بالتجربة. ولي وبيدخن. تدخل تشوفه ماسك السيجارة تقول لأ ده مش ولي، مش هتستفيد بيه، خلاص سيبه في حاله. مع السلامة. كلانا غني عن أخيه حياته، وإذا متنا كنا أشد تغني. لكن ادخل انظر لمعنى الكلام اللي بيقوله والحال اللي هو فيه، ما تنظرش لموضع النقص فيه، هتستفيد. فهمت ازاي؟ لكن لو ربنا خلاك نظرت إلى موضع النقص فيه يبقى انصرف، لأنك مش هتستفيد بيه. خلاص، أهو ده اللي عمله سيدنا أبو يزيد. أول ما دخل ربنا خلاه ينظر لموضع نقص فيه مش لموضع كمال، فأقروا على ما هو عليه، ملوش دعوة بيه، ما قالش لا ده الراجل ده مش ولي ولا حاجة، لكن هو انصرف لأنه عرف إن هو مش هيستفيد بيه. خلاص، خدت بالك ازاي؟ الاستفادة هتيجي من دواء تاني. ما هو الأدوية دول، الأولية دول زي الأدوية، ممكن تاخد دواء ما تستفدش بيه غيرك يستفيد بيه، واخد بالك ازاي؟ زي الأدوية كده في الصيدلية. فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة، فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه، وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ فلما دخل الشك في قلبه اتجاهته، واخد بالك ازاي، بسبب فعل نقص انصرف وخلاص، يبقى هو مش هيستفيد. عشان كده الناس اللي ينكروا الاستفادة بزيارة الأولياء ما بيستفيدوش، يفضلوا طول عمرهم محرومين. لكن الناس اللي هم ما عندهمش هذا الإنكار، تروح تبص تلاقي يزور الولي ويزور آل البيت وهم مدفونين، ويدعي بجوار القبر بتاعهم، يروح بعد يوم اثنين ثلاثة وساعات في التو واللحظة يلاقي دعاء استجيب. ليه؟ لأن هو لا ينكر، يقوم ربنا يديله. ما أصل المرء ربنا عند حسن ظن العبد، انما هو واحد بيقول لك لا ما فيش استجابه ولا حاجه، طب روح ادعي، يقوم يجرب، رايح يجرب، ربنا يقول له جرب، مش هستجيب، خلاص يروح صدق. خدت بالك؟ هي كده الحكايه، عايز بقى يختبر. وبهذا الاسناد قال ابو يزيد: لقد هممت ان اسال الله تعالى ان يكفيني مؤنه الاكل ومؤنه النساء، لانهم ضايعين وقته. هو ايه يعني؟ النساء عايز يتجوز، والجواز هيجيب عيال، والعيال هتجيب مشغوليات، هو بقى عايز يتفرغ لربه، فعايز ربنا يكفيه، والاكل بياخد وقت منه، كل شويه جعان ورايح ياكل، دي شغلانه. هو الحبه اللي بيقعد ياكلهم دي كان ممكن يقعد يصلي فيها كام ركعه،
يقدر يصلي على النبي كم مرة، يقدر يقرأ من القرآن يمكن جزء قرآن، هو بالنسبة له حتى المباح بيعتبره غرامة، واخد بالك، لأنه بيضيع وقته. فبيقول هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء، ثم قلت كيف يجوز لي أن أسأل هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه، فلم أسأله. ثم إن الله سبحانه وتعالى كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط، يعني ما باش ينشغل بهم خالص. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت الحسن بن علي يقول، سمعت عمي البسطامي يقول، سمعت أبي يقول، سألت أبا يزيد عن ابتدائه وزهده فقال ليس للزهد منزلة واحدة، يعني مقام واحد بتعيشه، ده انت في كل لحظة بتتغير حالك بترتقي، ده الزهد ده تعتبره كده قول مدينة واسعة انت بتمشي في اولها وفي وسطها وفي اخرها وفي حواريها وفي شوارعها، فانت بتتجول فيها. ما اعرفش اوصف لك ايه يعني، تقول لي اوصف لي مدينة القاهرة، طب هقول لك ايه يعني، ولا اي حي فيها ولا اي حال فيها، فهو عايش في الزهد ده حاجة واسعة ملوش مقام واحد. ليس للزهد منزلة، فقلت لماذا؟ قال لأني كنت 3 أيام في الزهد، فلما كان اليوم الرابع خرجت منه. اليوم الأول زهدت في الدنيا وما فيها، واليوم الثاني زهدت في الآخرة وما فيها، واليوم الثالث زهدت في الزهد نفسه، فزهدت فيما سوى الله. يبقى دي حالات تانية بقى، دي مقامات تانية، زاهد حتى في الزهد. زهد في كل حاجة إلا الله، سوى الله، جنة المعارف. هو الله سبحانه وتعالى يديك جنة المعارف من غير جنة الأكل والشرب، إيه المشكلة؟ ما يجي أصلها في جنة الأفعال اللي هي جنة المأوى اللي مكتوبة في القرآن، دي الأفعال، جنة الأفعال اللي هي فيها الأكل والشرب وحور العين وبتاع، لأن ده إيه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم، يبقى دي جنة الأفعال. وفي جنة الصفات وفي جنة الذات، فدي جنان يا سيدي، ده حاجة تجنن، درجات. هو بقى مش مشغول بجنة الأفعال، هو بقى مشغول بجنة الصفات، ولما ارتقى من الصفات أراد جنة الذات. خدت بالك ازاي؟ لأن برضو الصفات تحجبك بتعيناتها عن الذات، ما هو الصفات ليها تعينات في الخارج اللي هي اثار الصفات في الخارج، خدت بالك ازاي؟ قد تحجبك عن الذات، فدي كلها مراحل. هو مش عايز اي حجاب، هو بالعربي كده مش عايز يبقى محجوب خالص، فزاهد حتى في كل الحجب حتى ولو كان حجاب الصفات. فهمت ازاي؟ دي المعنى يعني اللي هو عايز يقول لك، دي مقامات بقى قد تستوعبها انت، قد تتذوقها قد لا تتذوقها، ما يضرش، لكن سلم تسلم ما تعترضش. فلما كان اليوم الرابع لم يبق لي سوى الله، علم على الذات، يبقى حتى زاهد في جنة الصفات. شفت قد ايه؟ دي حاجة بقى ايه، دي شغلانة تانية، ده سافر سفر بعيد قوي، ده سافر سفر بعيد قوي، ده من اهل الخطوة، ده في يوم يسافر من جنة الافعال لجنة الصفات، وفي يوم من جنة الصفات لجنة الذات، ده في يوم واحد، ده من اهل الخطوة يا عم، ده ممكن انسان يقضي عمره كله وهو يتجول في جنة الافعال، مش فاضي يطلع منه. فهمت، فسمعت هاتفا يقول، جاله هاتف بقى لما هام في الله بقى، يا أبا يزيد لا تقوى معنا، فقلت هذا الذي أريده. فسمعت قائلا يقول وجدت وجدت، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، في مناجاة سيدي ابن عطاء الله في آخر الحكم، مش قايل كده؟ ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، سؤال استفهام تقريري، ماذا فقد من وجدك يعني لم يفقد شيء، وماذا وجد من فقدك لم يجد شيء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه.
وقيل لأبي يزيد ما أشد ما لقيت في سبيل الله؟ فقال لا يمكن وصف، يعني في معاناتك ووصولك إلى هذا المقام، إيه الحاجات الشديدة، أشد حاجة قبلتك وأنت بتربي نفسك يزيد تربية، قال ما أقدرش أوصف لك من شدة ما لقيت. فقيل له ما أهون ما لقيت نفسك منك، ما أهون ما لقيت نفسك منك؟ طب قال له طب أبسط حاجة، بلاش أشد حاجة. فقال أما هذا فنعم، دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني فمنعتها الماء سنة. شفت بيقدم نفسه ازاي؟ شغل جامد. ما تعملش كده ولا تموت مني. اوعى تعمل كده لا تموت مني. اشرب ميه من نفسك. ها؟ كان ليه شيخ ها؟ ما هو بياخد الميه في صور حاجات تانية. ها؟ يشرب شاي، يشرب حلبة، يشرب جنزبيل. ياكل حتة فاكهة. لا ده ميه وده شاي. لا يروي لكن يكفي، يكفي للجسم لكن تبقى عطشان لكن يكفيك ما يموتكش. انت عارف لو ما شربتش ميه خالص في حاجه اسمها تمثيل غذائي في الجسم. نعم. نتكلم طب شويه بقى وحشنا. في حاجه اسمها تمثيل غذائي في الجسم. التمثيل الغذائي في الجسم ده يعني الطعام اللي انت بتاكله ده هو ما فيهوش ميه في الظاهر. انا باكل طعميه وعيش وبصاره وفول وفراخ انت بتشوف فيها ميه؟ تشوفش فيها ميه. تاكل تتحول في الجسم الى مواد كربوهيدراتيه تتكسر تبقى جلوكوز او فركتوز اللي هو البدايه بتاعتها. الفركتوز خمس جزيئات، خمس ذرات كربون، والجلوكوز ست ذرات كربون على شويه هيدروجين على شويه اكسجين. ربك رتبهم بقى ده جلوكوز وده فركتوز. وبعدين ده بالنسبه للحاجات اللي هي الكربوهيدراتيه. تيجي للحاجات البروتينيه تبقى ايه؟ امينو اسيد، يعني حمض اميني. الاحماض الامينيه دي محدوده برضه، تلاقيها مثلا متكونه من خمس ست جزئيه يعني ذرات على سبع ثمان ذرات، حاجه تتفاوت حسب نوع الحمض الامين. وبعدين تيجي للدهون تتكسر 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 تبقى في الاخر ايه؟ احماض دهنيه او جليسترول، شوية حاجات بسيطة كده، مكونات بسيطة عشان الجسم يعرف يتفاهم معاها. زي انت ما يبقى معاك ورقة ب 100 جنيه تقوم تفكها لاربع جنيهات عشان تعرف وانت ماشي تفك تعرف تتصرف. كذلك الجسم، انت بتروح واكل الحاجة، الحاجات دي كلها حاجات كده دولارات وحاجات استرليني، عايزة تتفك بقى تبقى صغيرة علشان تخش في الأمعاء تجري في الدم. فهي كبيرة، تقوم تتهدم تتهدم وتتكسر تتكسر لحد ما تبقى فتافيت. وبعدين الفتافيت دي تجري في الدم. كويس، تروح للدم، يقوم الجسم ياخدها في الكبد، يبتدي جزء منها يختزنه وجزء منها يكسره وجزء منها يتكسر في الاطراف في العضلات. نهايه التكسير ده كله طاقه وثاني اكسيد كربون وميه بس. نهايه كل الحاجات دي عباره عن طاقه تخرج في صوره حركه وحراره عشان تحتفظ بحرارتك، فلازم يبقى عندك حراره. وبعدين وغير كده طاقه حركه تقدر تتحرك وتتكلم وتعمل كل دي، زي العربيه عايزه بنزين يحرك طاقه، يبقى الطاقه دي. وبعدين ميه، يبقى في ميه بتجيلك اهو، يبقى التمثيل الغذائي في الجسم بيعمل لك ميه لتر ونص في اليوم من غير ما تشرب ميه لو كلت عيش حفظك. عشان كده وانت صايم بتخش تتبول صح؟ لان جسمك شغال. وفي البرد تتبول اكتر، مش علشان ما بتعرقش، دي سبب، لكن السبب الاصلي ان جسمك بيكسر اكتر عشان يحافظ على حرارتك، يقوم ينتج ميه اكتر تقوم تتبول اكتر. وعشان كده اول ما الواحد يبرق ويترعش عايز يدخل حمام. ليه؟ لان اتكسر كتير اتكون ميه كتير، نزلت في الكليه مع السلامه عايز تنزلها عشان تنفع المجاري، واخد بالك؟ فيبقى ايه الميه موجوده اهي، خدت بالك ازاي؟ علشان ما تستعجبش يعني، هو مش ترك الميه حتى لو تركنا الميه ما شربناهاش خالص وقعدنا ناكل ونشرب، ناكل شويه فاكهه، ناكل شويه حاجات، في ميه. وحتى لو ابتدى الجسم يكسر المخزون اللي فيه برضه في ميه. طب بينتج في الاخر. خلي الاسئله طيب في الاخر ان شاء الله هنبص عليها كده. ايوه.
الطب البديل هو اي طب غير انجلو ساكسوني يسموه الطب البديل. الطب اللي احنا بندرسه بكليات الطب المعروفة المعتمدة زي القصر العيني اللي احنا تعلمنا فيه والدمرداش والحتت دي، او في انجلترا في ادنبرا او في امريكا والعياذ بالله، ادنبرا دي جامعة كبيرة في انجلترا. الطب ده يسموه طب انجلو ساكسوني، يعني نشأ عن طريق المدرسة الانجلو ساكسونية. هي اسلوب معين لفهم الطب على ان الانسان ده عبارة عن مكنة، يعني هم ينظروا الانسان ده انه مكنة مكون من مجموعة تفاعلات كيماوية، وان الامراض سببها خلل في هذه التفاعلات الكيماوية قد يؤدي الى امراض عضوية وامراض نفسية. فنظروا الانسان انه هو عبارة عن مكنة كيماوية شغالة بالكيمياء، وابتدى ينتشر هذا الطب من حوالي 200 سنة في المدارس دي، ومعظم الابحاث بتاعتهم على ان الانسان ده عبارة عن حاجات كيماوية كلها شغالة، فيبتدي يعالجه بالكيماويات كويس لانه ده كيمياء. ها؟ وبعدين في الاخر نظروا للانسان ان هو بقى في الاخر ان هو بقى مكنة، لا حتة تتقطع منه ناخد له حتة من واحد تاني نلزقها له. فدخلنا بقى في موضوع زرع الاعضاء، وده برضو ناتج عن طريقة تفكيرهم للانسان اصلا، واخد بقى. ده اسمه طب انجلو ساكسوني. في طب تاني مش انجلو ساكسوني، يعني ما ينظرش الانسان انه مكنة بكيماوية، ينظر الانسان انه مكنة يعني مكونة من موجات معينة بتتحكم فيه، لدرجة ان هم لاحظوا ان الموجات الكهرومغناطيسية المشعة من الانسان نفسه في حال غضبه تختلف عنها في حال فرحه، تختلف عنها في حال كبره، تختلف عنها في حال جوعه او شبعه. فلقوا ان الانسان اهو الحاجات دي كلها بتتغير بتغير احواله، يبقى لو حصل خلل في الموجات دي قد يختل نشاطه. فهمت ازاي؟ فابتدت تظهر المدرسه الصينيه، الطب الصيني، يسموه طب بديل، لانه نظره اخرى للانسان، لان الانسان ده معقد جدا. الانسان ده زي ما هو كيمياء، زي ما هو روح، زي ما هو نفس، زي ما هو جسد، شغلانه كبيره. فكل مدرسة من المدارس تناولت الإنسان من جهة معينة وظنت إن الإنسان هو دي بس، فيبقى ما ينفعش، هو الإنسان كل ده. وعلشان كده الطب الأنجلو ساكسوني عالج بعض الأمراض ولم يعالج كثير من الأمراض، خدت بالك؟ لكن الطب البديل زي الصيني مثلا عالج بعض الأمراض ولم يعالج كل الأمراض. يقوموا يعالجوا بقى بالأعشاب، والعلاج بالأعشاب برضه هو علاج كيماوي، واخد بالك، لكن بصورة العشب. وبعدين يعالجوا حاجة اسمها بالطب المثيل اللي هو هوميوباثي، ودي مدرسة موجودة في فرنسا قوية دلوقتي وليها كتب بتتوزع. هوميوباثي الطب المثيل اللي هو ايه؟ داويني بالتي كانت هي الداء. مش كانوا العرب يقول لك داويني بالتي كانت هي الداء؟ واخد بالك ازاي؟ يبقى ده الطب المثيل. المثيل يعني ايه؟ يعني يعالجك بنفس الحاجة اللي تؤدي اعراض مرضك. فهمت ازاي؟ وده بيعالج جزء كبير من الامراض، واخد بالك ازاي؟ لكن بطريقه تانية مختلفه، واخد بالك ازاي؟ يعني يشوف انت راجل عندك ملاريا، بيجي لك رعشه ويجي لك حراره عاليه وبتاع، يدور على ماده ربنا خالقها لو كلتها تعمل لك رعشه وحراره عاليه وتفزز جسمك، ويديها لك وانت عندك الملاريا خف. لقوا كده بالتجربه. فهمت ازاي؟ يعني اذا كان عندك برد فتعالج نفسك بمزيد من البرد، ده كده ممكن تموت. اه ممكن يموت بعض الناس ويعالج بعض الناس. عشان كده زمان مثلا كنت اشوف ابويا الله يرحمه واحنا كنا اطفال صغيرين، يدخل ياخد دش قبل الفجر في عز الثلج، كنا كده يمسين مش عارف، ويدخل يفتح وياخد دش ويطلع نشيط قوي كده، هو يجيش بقى واحنا قاعدين طول النهار مسكومين والنف، واخد بالك ازاي؟ هو ما ودي معروفه بالتجربه، ناس كتير جربوها يعني، واخد بالك. فده نوع تاني من الطب مختلف، في حين الطب الانجلو ساكسوني يقول لك في البرد ده في نفس، صح ولا لا؟ لكن الطب الهوميوباثي يقول لك لا خليك نشيط كده، ماكش مفيش مشاكل، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. في انواع طب كتير، اي طب غير انجلو ساكسوني يسموه الطب البديل. وبعدين في الطب العربي اللي هي الحجامه وانواعها، واخد بالك ازاي؟ وفي بقى الطب اللي هو طب الصالحين. ايوه الصالحين بالدعاء وبالصدقه وبتحري الحلال وبالرضا بالمرض نفسه، يجي له المرض يبقى راضي، ومما يرضى بيه قوي يخف، واخد بالك ازاي؟ من شده رضاه
وايه ده؟ ده انا معيش مريض خلاص خفيت. خدت بالك؟ فده انواع طب كتيرة. يعني في طب كتير شغلانة كبيرة. اه؟ الطب النبوي جمعه الاحاديث النبوية في علاج بعض الصحابة. واخد بالك زي وصفات النبي فقالوا ان ده علاج. فده برضو وسيلة من الوسائل الجميلة العظيمة. وفي طب انك انت ما تاكلش يعني يسموه بالحمية. الحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء. والحمية رأس الدواء وعود كل جسم معتاد. يعني كل واحد متعود على حاجة معينة عارف نفسه بالتجربة انه لو عمل غيرها حيعيا يبقى مشي على عادته. واحد متعود ينام 8 ساعات في اليوم وإلا يبقى طول النهار وخمان. تيجي تقول له لا النشاط نام 4 ساعات بس يعيا منك. لان ايه عادته كده سيبه. انت عادتك 4 ساعات بتكفيك، ده عادته 8 ساعات تكفيك، خلاص سيبه. عود كل جسم معتاد. يجي لك شباب يقول لك النوم بعد العصر مكروه. وهو اصلا صاحي مسكين من الفجر. وبعدين راح كليته واشتغل وعمل وبتاع ورجع. والمفروض بقى جسمه عايز بقى يهمد شويه يستريح، يعني حرام عليك كده. يوم يجي له واحد يقول له لا مكروه، انا قريت لابن القيم الجوزيه بيقول ان النوم بعد العصر مكروه. يوم الواد من دول يبقى قاعد ماسكين في الجامع يعمل كده وخايف ينام. بس هيبلغوا عنه الجماعه السلفنجيه هيقبضوا عليه لو نام بعد العصر. يقوم الواد بعد شهر 2-3 بعد ما كان واد كده حلو منور كده وعنده نشاط يبتدي يدبل ويعيا ويروح للدكاتره. والدكتور ما ياخدش باله يديله مضاد حيوي يضعفه اكتر. واخد بالك؟ ويديله فيتامينات وبرضه الواد قاعد يدبل اكتر. في الاخر تدور انه ايه غير عادته. رجعه لعادته. يا ابني اما يكبس عليك النوم نام. في اي وقت ما يهمكش. واخد بالك؟ يقوم الواد بعد كده يروح منايم في المواعيد لما يكبس عليه النوم عادي. يخف الواحد. انا شفت انواع من دي جات لي مرضى على فكره. عرفتها بالطريقه دي. عود كل جسم معتاد. ابتدى الاقيه كده شكله شاحب ومربي ده. انا اقول له انت مربي ده بقالك قد ايه؟ يقول لي بقالي سنه. بتمشي اعرف ان هو بيمشي مع الجماعات اياها. اقول له طب انت احكي لي نظام يومك. يقول لي انا بصحى الفجر واقعد اقول الاوراد والاذكار لحد ما يطلع الشروق واصلي ركعتين واروح البس واروح الكليه وارجع من الكليه الاقي نفسي صليت العصر والنوم بعد العصر مكروه. ايه ده انت هتبقى جمل بقى هتاخد اليوم كده على ما انت هتموت يا ابني. هتموت كده تعي. نام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعبد الله نشاطك. مش كده؟ مش هو ده الدين بتاعنا الحلو؟ واحد من الصحابه جاء راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله انا لا استيقظ الا وتلسعني الشمس، يعني ما بعرفش اقوم الفجر ابدا. ما كانتش الشمس تلسع قفايا ما اعرفش اقوم. واخد بالك؟ مش راح قال له كده حديث والله كده في حديث كده. واخد بالك؟ فالرسول قال له ايه؟ قال له اذا استيقظت فصل. ولا قال له هجيب لك واحد جنبك بكرباج يقومك بالعافيه. ما قالوش كده. خدت بالك؟ حكايه بسيطه. الرسول قال له ايه؟ قال له اذا استيقظت فصل. خلاص قوم صلي الصبح الساعه 8 ما يجراش حاجه. يلا. لكن مش دي اسمها ايه؟ فتوى شخص. حاله خاصه. يبقى كل واحد عنده هذه الحاله خلاص ياخد بفتوى هذا الرجل. لان هو لو نايم الساعه 12 بالليل شغله ويصحى كل يوم الفجر وما ينامش تاني وبتاع هيترفد من شغله بعد شهر لانه حيعي. وبعدين بعد كده ما يعرفش يواظب ويرفدوه يبقى بعد كده عوضه. فعوده كل جسمه. الرحمه حلوه بالناس. الرحمه حلوه. ايه؟ لا دي كلها فتاوى الصالحين لايام ما كانوا الصالحين. ايام ما كان الصالحين بينظموا وقتهم بطريقه معينه لان كان وقته ملكه. يعني ايه وقته ملكه؟ يعني هو بيحدد مواعيد صحيانه واستيقاظه براحته. انما انت دلوقتي شغلك هو اللي بيحدد لك مواعيد استيقاظك وشغلك هو اللي محدد لك. انت لما بتاخد يوم اجازه بتقدر تنظم يومك. تحب تصحى في مواقيت الصلوات وتلاقي نفسك بعد العصر قاعد فايق علشان انت بعد ما صليت الفجر وصليت التراويح وصليت قصدي الضحى دخلت نمت لك حاجه اسمها قائله الضحاء. قائله الضحاء دي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابه. يعني ينام الساعه 9 كده يصحى الساعه 11. من 9 الصبح ل 11. واخد بالك ازاي؟ او من الساعه 8 للساعه 10 ونص 11. يقوم ياخد له 3 4 ساعات حلوين يقوم بقيه اليوم بقى فايق ما شاء الله جميل. ودي تعينه على قيام الليل في اليوم اللي بعده. فهمت ازاي؟ لكن انت ما ينفعش في الكليه ولا في المصنع ولا بتاع
تروح سايبهم في المصلحه بتاعتك اللي شغال فيها وتقول لهم طب ايه لو سمحت انا هدخل بس انام هنا كده وصحوني الساعه 11 ده هيرزعوك على ما ينفعش مش هينفع. دي بعد بقى الحته المرحرحه دي ما يجراش حاجه. اذا تمكنت من ذلك كويس ما يجراش حاجه. احنا كنا في المستشفى ايام ما كنا بناخد نيابه نيابتنا قاعدين في المستشفى 24 ساعه، عارفين الاوقات اللي الشغل بيهدى فيها في المستشفى. الاوقات دي كنا ننام فيها. واخد بقى في اوقات تانية الدنيا تشعلل والخناقات تكتر والجرحى تيجي بقى وشغلنا بالذات بالليل بقى بتوع البطنيه دول يظبطوا مخهم ويضربوا بعض ويقول لنا كنا في احمد ماهر جنب البطنيه. يجينا العيال المدهورين دول ضاربين بعض بالليل فلازم تبقى فايق لهم بالليل يقول لك هم مدروخين وانت قاعد طول الليل قاعد تخيط في الجروح بتاعتهم. ايوه مذيع. أنا أخذته من واحد يهود. لأن ذلك هو كيف تحمل كلمة تجي من اليهود وقال الهجرة ضالة المؤمن يأخذ أين موجه. هم بيجيبوا ناس غريبة الشكل علشان يهاجموا الصوفية. شوف احنا الطريق الصوفية كل علماء الصوفية قالوا ايه؟ طريقنا مشيد بالقرآن والسنة. أي واحد يقول غير كده حتى لو قال أنا صوفي نقول له مالناش دعوة، صوفي صوفي قول على نفسك اللي تقول، لكن أنت بنظرنا مش صوفي. خدت بالك ازاي؟ هو احنا هندخل في نكتف كل واحد؟ افرض واحد ماشي في الشارع كده وراكب صليب وماسك سبحة يقول لك أنا صوفي. تيجي تقول لي ده أنا شفت كده تقوم تؤاخذني بيه أنا مات. يبقى مش صوفي أنا مالي ليش دعوة بيه. فهمت ازاي؟ دي جزيرة قناة الجزيرة دي قناة أصلا اللي بينفق عليها اليهود بلسان عربي. واخد بالك ازاي؟ وهي في قطر وأكثر دولة مرتبطة باليهود هي قطر. فهو لسان اليهود باللغة العربية. وهم عايزين يشغلوا المسلمين في شوية كلام سفسطة كده ملوش معنى. لكن احنا سهل، احنا بنقرا الكتاب ده مخصوص علشان تعرف ادي علماء الصوفيه اللي احنا بناخد منهم العلم، كلهم كلامهم مشيد بالقران والسنه. اي واحد يخالف القران والسنه حتى لو دقنه كده، حتى لو طار في الهواء، حتى لو ركب عمل ايه؟ واخد بالك ازاي؟ مالناش دعوه بيه. خدت بالك؟ سهل. وبعدين انت ايه؟ الهاتف ده بيبقى الهام نفسي من الداخل في روعه، مش سماع جايلها من الخارج، ده الهام. وعلى فكره الصوفي الحق اللي فاهم لازم الالهام اللي يجيله يعرضه على القران والسنه، ان كان موافق للقران والسنه يتكلم به وياخذ به، وان كان مخالفا لهما لا يتكلم به ولا ياخذ به. شوف قد ايه حتى الالهام الصوفي الصادق الفاهم، مش اي الهام يجي لك كده من جواك، لازم شاهدي عدل. واخد بالك؟ شاهدي عدل، ايه هم؟ القران والسنه. هم دول شاهدي العدل. هو انت اي دعوه تجي لك تنفذها وانت قاضي؟ ولا لازم يجي لك شهود؟ مش في بينه؟ والبينه اما شهود او اقرار. طيب انت لما يجي لك هذا الهاتف جواك والالهام لازم تعرضه على شاهدي العدل، القران والسنه. لقيته موافق ومطابق دونه وبلغه، لقيته مخالف اكتمه وما تبلغوش. افرض واحد بلغه وهو مخالف نقول له غلبه الحال، كان في حال السكر، نعتذر له ولا نقتدي به في هذا الكلام. فهمت ازاي؟ دي الادب اللي مع المسلمين مع بعضهم، مش نقول له تعالى يا ضلالي ونتك على اسناننا كده وتجيله، ما ينفعش. واخد بالك؟ نقول غلبه السكر، غلبه الحال، اي حاجه من دي خلاص، ولا نقتدي بيه. لانه ما الشهود، هو انت اي واحد وانت راجل قاضي كده يجي لك يقول لك انا ليا فلوس عند فلان من غير بينه ولا بتاع، تقول له طب حكمت المحكمه ان فلان يدي له الفلوس، ما ينفعش تبقى قاضي ايه ده؟ هيرفدوك من المحكمه. لازم تجيب الشهود.
فهمت ازاي؟ نفس الحكاية كده. ما ايوة في ناس بتريد تشوه. افرد ان بغتك العدو، افرد ان بغتك العدو وليس، اسمعني بس، افرد بغتك العدو وليس في يدك ما تقاتل به، تعمل ايه؟ الجأ الى الله، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، بس هتعمل ايه يعني؟ يعني جم الامريكان يضربونا بطيارات اباتشي واحنا عندنا نبلة، هعمل ايه؟ تفتكر يعني اعمل ايه؟ اقعد اقرا ياسين، ايه المشكلة يعني؟ ما اقرا ياسين. طب ايام الحملة الفرنسية كانوا في الازهر هنا يقعدوا يقروا البخاري، ايه رأيك بقى؟ ايام الحملة الفرنسية كان العلماء يلموا المسلمين ويقول لك قراءة البخاري بتفرج الكروب، يقعدوا يقروا البخاري، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يا رب يا رب، لان المسلمين المصريين كان اللي بيحكمهم ايامها المماليك، هم المسلحين، واهل مصر كانوا كلهم تجار واهل حرف وعلماء، واخد بقى، ما عندهمش اسلحة. فاول ما جم الفرنسيين بثلاثين الف جندي مدجج بالسلاح، المماليك هربوا في الصعيد، مراد بيه وخد كل المماليك وراح الصعيد، اهل مصر فجأة بقوا عزل، ما عندهمش حتى سلاح يحاربوا بيه ولا يعملوا بيه، العلماء يعملوا ايه ساعتها؟ ما فروش، لا بالعكس، ده العلماء بقوا يوقفوا الناس على مسجد السلطان حسن والرفاعي، يرموا بالطوب ويرموا بالحلل ويرموا بتاع. وكان في راجل حداد في بولاق الدكرور عنده ورشة حدادة، حولها الى صناعة المنجنيق، وابتدوا يصنعوا المنجنيق، كل ده بوازع من العلماء الدين، وفي نفس الوقت كل ما يستريحوا من هذا يتلموا في المسجد الازهر ويقروا البخاري ويقروا ياسين ويختموا القرآن ويدعوا ودعاء النوازل وقنوت النوازل. الفرنسيين قعدوا سنتين ونص ببركة هذه الدعوات، ونابليون ما اتكسرش في اي حتة الا في مصر. ها؟ ما انا بقول لك يعني الدعاء ده سلاح قوي برضه، افرض ان انت كنت اعزل هتعمل ايه؟ فهمت المسألة؟ لكن اما يبقى ميسر ليك السلاح وعندك ما تفرش، تفر ازاي؟ المسلمين ما يفروش، ما انت شفت اهو سيدنا الشقيق كان بيحارب التركة. ما انا بقول لك في احوال عندك ما تستطيع ان تجاهد، دي جاهد طبعا، هتعمل ايه؟ هي دي المسألة. ايوه وقال أبو يزيد منذ ثلاثين سنة أصلي واعتقادي في نفسي عند كل صلاة أصليها كأني مجوسي أريد أن أقطع زناري. الزنار اللي هو علامة الإيه؟ الكفر كده، حزام بيلبسه، حتى لحد دلوقتي تلاقي بعض الرهبان يمشوا عامل حزام كده حواليه، ده اسمه الزنار. الزنار ده علامة الإيه؟ علامة بيلبسها الكفار، عندهم منصب ديني معين كده، أما يلبس الزنار ده علامة إن هو يعني متفرغ للعبادة عنده في دينه يعني. فبيقول أنا منذ ثلاثين عاما أصلي واعتقادي في نفسي عند كل صلاة أصليها كأني مجوسي أريد أن أقطع زناري. يعني في الأول كان بيصلي مع مراعاته للخلق، فلأن عنده زنار الرياء، فلما قطع هذا الزنار فلاحظ نفسه انه بيصلي سنوات معجب بنفسه، فوجد ان في زنار تاني ما قطعوش، فراح قطعه. ثم بعد ذلك وجد نفسه في عبادته انه بيعبد من اجل الثواب وخوف من العقاب، لا من اجل ان الله يستحق ان يعبد، فاعتقد ان هذا زنار اخر ينتظر المقابل. فهمت ازاي؟ وان كان هو مباح لعوام الناس الا عند العلماء اهل المقربين خالص، ما اصل في ابرار ومقربين، مش ربنا بيقول ايه؟ ان الابرار يشربون من كأس كان
مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله المقربين. لا يا سيدي في سورة في المطاف مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا الذين، يبقى أنا بكلمك هنا، يبقى الأبرار بيشربوا الرحيق ممزوج، لأنهم مزجوا عبادتهم بالغرض، فربنا يديهم مقابل عملهم. في الجنة برضو يديهم الرحيق ممزوج، لكن المقربين لم يمزجوا هذا فيشربوا منها خالصة. يبقى الآية بتتكلم على نوع تاني، احنا بنتكلم على نوع تاني خالص، مش الأبرار، احنا بنتكلم على المقربين اللي هم خلصوا أنفسهم من كل شوائب الغرض، ولو كان هذا الغرض مباح، ولو كان هذا الغرض في الآخرة، فده معنى تاني. وعشان كده ربنا جعل المقربين دول ليهم ايه؟ قاصرات الطرف. لكن ومن دونهما جنتان، قال فيها ايه؟ خيرات حسان، ما قالش قاصرات الطرف، مش كده برضو؟ التانيين قصروا طرفهم، اي طرف قلبهم، قصروا طرفهم اي بصيرتهم عما سوى الله، فجعل الله لهم قاصرات الطرف فقصروا بصرهم عن كل ما سواهم. انما التانيين كانوا ليهم عين وعين، فربنا دخلهم من دونهما جنتان، فهمت ازاي؟ وجعل ليهم خيرات حسان، ما جعلش ليهم قاصرات الطرف. دي درجة ودي درجة، دي درجة ودي درجة، مش كده برضو؟ ما هو الناس انواع، اهل الجنة نوعين، مقربين وابرار. ما انت بتقرأ القرآن ومش واخد بالك، خد بالك وانت بتقرأ القرآن. هنا بيتكلم على مقام المقربين، هو حال تاني. فهو بيقول اعتقد انه هو لما يعبد الله بالغرض ده ذو النار، علامة انه هو ليه غرض. لا، هو مش عايز يبقى ليه حتى غرض سوى الله، فهمت ازاي؟ سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت موسى بن عيسى يقول، قال لي ابي، قال ابو يزيد، لو نظرتم الى رجل اعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به. شفت كلام الصوفيه اهو، اسمع، يعني لو شفت حتى كرامه بيعملها وقت ما تغترش به، حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي وحفظ الحدود واداء الشريعه. يرضوا يقولوا الكلام ده في قناه الجزيره؟ لا، هو يجيب لك شطحات بعض الناس اللي ادعوا انهم صوفيه وهم ليسوا بالصوفيه، ولا هي دي الصوفيه. ايوه، دي لعبه، دي لعبه عشان يشوهوا الاسلام والمسلمين، دي لعبه قديمه معروفه، واخد بالك ازاي؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وحكى وماله، جيبوه على عيننا وعلى راسنا. في كثير من الناس الصالحين لا تحسن التعبير عما هم فيه من صلاح، لا يحسن التعبير، يعني يبقى هو حاله كويس لكن اما يجي يتكلم لا يحسن التعبير، فده لا يمثل لسان الطريقة وان كان هو في الطريقة، خدت بالك؟ لكن ما جابوش للدكتور علي جمعة، يخاف، لان يحسن التعبير، واخد بالك ازاي؟ ما جابوش للحبيب علي، لا ما جابوهوش ولا مرة في الجزيرة، لا جزيرة، لا في المحور بيجيبوه علشان اسمه ايه ده، المذيع اللي بيحبه ده، إيه اسمه؟ مجدي امام. ولا مجدي امام ساب قناة المحور مش هيجيبه الحبيب علي، واخد بالك ازاي؟ دي اصلا علاقات مذيعين ببعض المشايخ، ادي المسألة كلها. وحكى عمي البسطامي عن ابيه انه قال ذهب ابو يزيد ليلة الى الرباط ليذكر الله سبحانه، الرباط اللي هو مكان الايه؟ الذكر يعني، على ليذكر الله سبحانه على سور الرباط، فبقي الى الصباح لم يذكر، فقال له في ذلك، فقال تذكرت كلمة جرت على لساني في حال صباي فاحتشمت ان اذكره سبحانه وتعالى. ده دليل انه ما عصاش ربه ابدا، يعني ده دليل على كمال حاله في العبادة، درجة هو ما تذكرش حاجة فيها تقصير الا كلمة قالها كده وصبي صغير، وكلمة كانتش تليق شوية فتذكرها فاحتشم ان يذكر الله وقد قالها. يبقى ده نوع من الحياء عالي تاني، زي برضو احد الصالحين وجدوه بيصلي على باب المسجد،
فبيقولوا ليه بتصلي على باب المسجد الباب مفتوح ما دخلتش ليه؟ قال هتف بهاتف كيف تدخل بيتي وقد عصيتني فصليت على الباب. دي بيبقى حال بقى بياخده، دي احوال تاخدهم. يبقى انت دي مسألة لازم انت تراعي احوال الناس، واخد بالك؟ مش معناه شوف الصوفية بيصلوا على باب المسجد ما بيدخشوش ويجي قناة الجزيرة تصوره، ما ده شغل تقريب، مش هو ده المسألة، دي احوال بعض الناس. فهمت ازاي؟ طب ما كان السيد البدوي يجي له احوال جذب وغياب لا يشعر بجوع ولا عطش ولا ليل ولا نهار، ويقعد فوق سطوح بيته ايام جذب كده، يقوم يقولوا عليه ما بيصليش الجمعه. طب ما هو يا ابني خلاص رفع عنه التكليف يا ابني، هو في الفتره دي مرفوع عنه التكليف اصلا. هو قال للناس وقف على سطوح البيت ما تصليش الجمعه؟ ده هو غاب عقله فيما سوى الله، فصار استوى عنده الليل والنهار والجوع والعطش والعري والتغطية، بقى زي المجنون سموه مجذوب. يقوم يبتدوا يألفوا كتب يقول لك السيد البدوي ما كانش بيصلي الجمعة، السيد البدوي كان يا ابني. طب يا رب يجي لك زي اللي كان بيجي له عشان تبقى غير مكلف مثلا. هم مش فاهمين. وماله ما احنا بندعي له، احنا كارهينه، احنا مش كارهينه. ايوه أي. كرامات الاولياء لا نهايه لها، ممكن عقلا. ايه يعني؟ ايه اللي ازاي؟ انت كان في تعبان جوه القربه والراجل مش شايفه بتاع اللبن، واخد بالك؟ وكان لو فتح القربه هيطلع التعبان يقرصه، فالسيد البدوي كرامتي ربنا كشف لي عن ان فيها حاجه هتضر هذا الانسان، فاشار الى القربه علشان يقع اللبن اللي اختلط بسم الثعبان ويخرج الثعبان كرامه للشيخ. ايه المانع عقلا؟ ايه المانع يعني عقلا؟ راجل من اهل الكشف. طب ما احنا شفنا الشيخ اسماعيل صادق العدو كان من اهل الكشف، شفته انت؟ كان من اهل الكشف. كان بيجي له الراجل من دول ببدله كده ويقعد يقول له يا فضيله الشيخ، يقول له انت بتكلمني وحاطط حشيش في جيبك يا مجرم، والراجل يطلع حاطط حشيش في جيبه. ده قدامنا. الله، ايه المشكلة؟ السيد البدوي شاف تعبان جوه قربة الراجل اللي شايل اللبن، والتعبان مات جواه واختلط السم بتاع الثعبان جوه اللبن، فهيضر اللي هيشربه. أو يبقى الثعبان لسه صاحي وقد يعض ويعوره. وهو والي بيحب الخير للناس، فأشار إلى القربة خرقها. واخد بالك ازاي؟ زي ما سيدنا الخضر خرق السفينة عشان ينقذ مال اليتيم. ايه المشكلة يعني؟ ده شغل اولية. ايه المانع يعني؟ مفيش ما يمنع. شوف اللي يعترض بيتحرم. ممكن عقلة يعني، ممكن. ادام ممكن عقلة خلاص ما تقلقش نفسك. ممكن عقلا. بس هقول لك حاجة، كان واحد زميلنا في الجيش، انا ما دخلتش الجيش، كان واحد دكتور صاحبي في الجيش راح سيناء في فترة الجيش، فبيحكي لي بيقول كانوا بيقولوا لهم كل يوم لما تيجي تصحى الجزمة البيادة دي اللي هي المراقبة طويلة دي لازم تفضيها كده لحسن عقربة تكون دخلت فيها وانت نايم بالليل، واخد بالك ازاي؟ فهو ما اهتمش، فمرة حط رجله كده العقربة قرصته، واخد بالك ازاي؟ طب افرض بقى كان واحد صاحبه والي مثلا قال له الحق في عقربة رب البيادة، مش مستحيل عقلا يعني، صح؟ مش مستحيل عقلا تبقى القربة محطوطة عند الراجل بتاع اللبن قبل ما يملاها لبن، وكانت مفتوحة، فتعبان مشي كده راح داخل جواها، فالراجل الصبح ما فضهاش، راح لما اللبن حطه جواها، ايه المانع يعني عقلا؟ يعني ما تقلقش نفسك. ما هو المقصود بالشرق الأوسط الكبير الذي زعمه الأمريكان واليهود لضرب العرب والمسلمين؟ هو الامريكان باختصار عايزين يخلوا كل بلاد المسلمين تحت السيطرة الامريكية التامة، وبعد كده يكفروهم وبعد كده يموتوه زي الهنود الحمر. فهمت ازاي؟ هم ده اللي عايزين، لكن لحد دلوقتي هذا الفكر لم يتبلور عندهم، ده عند بعض ساستهم بيحاولوا يفكروا هذا التفكير، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيخلف ظنهم. يوجد ضريح في الروضة
في الروضة لسيدي أبي يزيد البسطامي. لا سيدنا الضريح اللي في الروضة أنا عارف الجامع ده اللي فيه ضريح بيقول عليه سيدي أبي يزيد البسطامي، وفي ضريح لسيدي أبي يزيد البسطامي في وجه بحري برضه في أليوبية بلد كده، واخد بالك إزاي؟ بيعملوا ضريح. سيدنا أبو يزيد البسطامي مدفون في العراق، لكن في بعض الناس كده يعملوا أضرحة رمز، واخد بالك إزاي، للوالي كشاهد كده، واخد بالك إزاي، وهو مش موجود فيه. يعني الوهابية ممكن تروح تصلي ما فيهوش حد، ما تخافوش، فاضي فاضي. أيوة طب لحظة بس كده، كيف أصل لهذه الدرجة أن أكون ولي؟ مش بنفسك، بالله قول يا رب. هو في حد ليه اختيار في المسألة دي؟ دي منح، دي منح ربانية، أنت عليك تأخذ بأسباب العبادة والشريعة وتتأدب مع الله، وربنا بقى يفتح على من يشاء، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إلى من ينيب، تسيبها إلى الله. أم أن هذا رزق من الله يعطي من يشاء؟ هو ده أنت مجاوبه بس. أيوة أيوة ربما ممكن تكون موجودة في بعض الكتب، ممكن ممكن ما نعرفش يعني مأثورة ولا لا، لكن هي مش مستبعدة ان يبقى في عالم رباني ربنا سبحانه وتعالى يلهمه الإجابات العظيمة دي ويهدي على يدي من شاء من عبادي. ما فيهاش يعني الحاجات دي كلها ما بينبنيش عليها، خد بالك، حلال وحرام ولا أحكام ولا شرع، دي بتتقال في باب الوعظ والإرشاد، وباب الوعظ والإرشاد ده باب واسع، المهم تعز بما لا يخالف الشرع الشريف. هذه المسألة بس، والله أعلم. أي صلاة أولياء؟ كتير. عندك سيدك عماد دردير. كتير بس انت ما تاخدش بالك منه. ايوه وسيدنا الدكتور علي جمعة. ايوه في اولياء كتير، ممكن الرجل اللي بيكنس قدام جامع الازهر ده تلاقيه ولي. يعرفك احلى حاجه انك تعتقد الولايه في كل امه النبي الا في نفسك. لا ما هو شوف بقى ربك سبحانه وتعالى هو اللي يكشف لك هذا. لكن في الشيخ ابراهيم الشريف النيجيري تيجاني، راجل منور من الاولياء، لما يجي مصر نوريه ان شاء الله، بيجي كتير، في ناس كتير صالحين كتير. أمة النبي مليانة، وفي الشام مليانة، وروح أنت شوف المجاهدين في فلسطين اللي قدام المدافع دول أولياء اللي عايشين الحياة دي وربنا مثبتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواءهم، وفي رواية بتقول إيه؟ حول بيت المقدس. واخد بالك؟ واخد بالك؟ فهم اللي في المنطقة دي كلها، واخد بالك إزاي؟ اتفرج عليهم كده كل يوم في الإذاعة وفي الأخبار كده، يوم أولية، الأولية صغار في السن وكبار في السن وكل الأعمار. الشيخ أحمد ياسين اللي استشهد ده كان راجل عنده شلل رباعي، شلل رباعي يعني ما يعرفش ينش دبانة على وجهه واقفة، واخد بالك زي، منذ عنده كان 16 سنة جاله شلل رباعي عشان كسر في عظمة العنق في فقرات العنق وهو عنده 16 سنة، ولم يعني بقى لا يستطيع ان يهش حتى دبانه، ورغم كده يقود ثوره على بلدي ولبلدي. فدي ده عايز ايه بعد كده ولايه يعني؟ فربنا يكرم. وبعدين هقول لك حاجه، الاستقامه هي عين الولايه. اذا استقام انسان سنوات طويله على الطاعه وربنا يسر له ذلك، دي علامه الولايه. الكرامه مش علامات الولايه، الناس متصوره الولايه لازم الشيخ يجيب لك فسيخ يعمل لك منه شربات قدامك كده علشان يبقى انت عايز حاوي بقى مش عايز ولي، فاهم؟ لكن الاستقامه هي عين الولايه. فلما ربنا سبحانه وتعالى في عز صعوبه الحياه اللي انت شايفها دي وعز الفتن دي تجد واحد مستقيم على شرع الله كده بقاله 20 و30 سنه مواظب على هذه الحاله، واخد بالك، دي ولايه كبيره لا يستطيعها انسان معتاد الا بتوفيق الله عز وجل. خدت بالك؟ فالخلاصه انك انت طبعا الاستقامة دي انت مطلوبة منك، والكرامة هبة من الله. الكرامة دي عاملة زي المصاصة اللي بتديها لابنك وهو رايح المدرسة عشان تشجعه انه يروح المدرسة بس. فانت مش كل عيل رايح المدرسة عايز مصاصة على فكرة، في عيال عارفة مصلحتها، في عيال عارفة مصلحتها مش عايز الكرامة، هو ماشي كده زي السيف
ويطلع الاول. العيال المتفوقه في المدرسه بتجيب لها بوزو ولا شيبسي؟ يمكن العيال الخيبانه شويه كده المهزوزه هو اللي بتدي له سندوتش وتدي له مش عارف ايه عشان تحببه في المدرسه. كذلك السالك، السالك اما يبقى مهزوز ربنا يكثر له الكرامات عشان يثبته. انما اما يبقى ربنا يعلم انه ثابت خلاص بقى يسيبه ينطلق من غير ولا كرامه. شفنا علماء كثيرين اولياء كبار ما شفناش ليهم كرامه بالمعنى اللي انت متصوره اللي هو الخرق العادي. انا حضرت للشيخ الحافظ التجاني رحمه الله سنه 76 كنا بنقرا عليه موطئ الامام مالك يوم الجمعه كل اسبوع يعني. وبعدين كان الراجل رحمه الله سيدنا محمد الحافظ، كان اسمه محمد الحافظ التجاني. كان في المغربلين هنا في مصر في الزاويه التجانيه في درب الدالي حسين. فكان كان اما يجي يقوم لازم اتنين من كل جهه، هو كان سمين شويه وكانش يقدر يتحرك خالص الا باتنين من كل جنب، واحد يقوموه كده يدخلوه الحمام يجيبوه يقعدوه كده، كان كبير قوي في السن. ويجي اذان العشاء يا عم يقيموا الصلاه يوقفوه امام، يقوم ويركع ويقوم ويركع الصلاه كامله والله لوحده. اول ما يقول السلام عليكم السلام عليكم يعمل ايديه كده يقوموه والله قدامنا قدامنا. واخد بقى؟ مش دي كرامه؟ بس مش كل واحد ياخد باله منها، مش كل واحد ياخد باله منها. ربنا جمع عليه حاله في العباده، العباده يعملها بالكمال غير العباده يرجع لاصله، يرجع لاصله الضعف البشري المعتاد. دي حاجه كرامه يا سيدي ما جراش حاجه. ايوه شفت بقى؟ طب وصدقت دي ليه؟ اشمعنى صدقت دي؟ ها؟ يعني دي اصعب من حكايه القربه اللي فيها اللبن، ولا كان صعبان عليك اللبن؟ ربنا يعور علينا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.